السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أصدقاء مدينة. اليوم أصدقائي معنا هذه الشاشة من نوع سامسونج اس سي دي، كما تلاحظون أصدقائي بها عطر، وهو كما تلاحظون تغير لوحدها. انظر منذ اللمبة أصدقائي هنا، وكانوا يعني هناك من يتحكم فيها، رأيتم؟ في بعض الأحيان تعمل جيدا، وفي بعض الأحيان لوحدها تبدأ بتغيير القنوات أصدقائي. واضح، سوف أحاول الضغط هنا مثلا هكذا. كما تلاحظون أصدقائي لا تستجيب أصلا، حتى الاستجابة لا تستجيب. حسنا أصدقائي، نفتح الشاشة ونرى السبب العطل، انتظروني. دائما في مثل هذه الأعطال أصدقائي تكون نسبة كبيرة الأزرار هي المسبب المشكل، واضح؟ لكن في حالتنا هذه أصدقائي، في هذه الشاشة، هذه الشاشة لا تتوفر على أزرار ميكانيك يعني بالضغط، هذه تتوفر على أزرار تاتش. يعني هنا فالسائل يسأل كيف سوف تفسد أزرار تاتش، كيف سوف تفسد أصدقائي؟ هذه ليست ميكانيك، يعني ميكانيك سوف تعلق أو يصبح فيها تماس أصدقائي، واضح؟ أو تصبح فيها أوكسيديشن عند ضغط رفع الصوت، تقوم بخفض الصوت أو الدخول إلى المنيو، واضح أصدقائي؟ لا، بالنسبة لهذه التلفاز حالة أخرى تعمل بالتاتش. فأول شيء قمت بعمله هو أصدقائي عمل يعني إعدادات المصنع، لقد رجعت التلفاز إلى إعدادات المصنع. بالنسبة لهذه الشاشة أصدقائي لا تدخل إلى إعدادات المصنع، يعني لا يوجد فيها في برنامجها السوفتوير الداخلي إعدادات الرجوع إلى إعدادات المصنع، يجب أن ندخل إلى الشاشة بواسطة الريموت كنترول، واضح؟ وبالنسبة لهذه الشاشة للدخول إلى إعدادات المصنع نضغط أصدقائي أنفو، ومن ثم نضغط مينيو، ومن ثم نضغط ميوت، ومن ثم أون، فالشاشة سوف تعمل مباشرة ويفتح يعني القائمة السرية، ونقوم بعمل فاكتوري ريزت، واضح أصدقائي؟ ونعيدها إلى وكأنها يعني أول يوم عمل. لكن للأسف لم تنجح أصدقائي، كما تشاهدون قطع بعمل الفاكتوري ريزت، والآن لا يوجد بها أي قناة إلى آخره، ولم تنجح. الحل أصدقائي الآن الأخير الذي سوف أتوجه إليه، يعني قمت بتغيير الـ IR، إعدادات المصنع أصدقائي، نظفت الكارت، نفس الشيء، نفس الشيء أصدقائي، تعمل لوحدها. فالآن أصدقائي سوف أقوم بعملية أخرى، وهي سوف ألغي كل هذه الكارت، واضح؟ ألغيها، يعني سوف ألغي التاتش مع المحافظة فقط على الـ IR حتى أستطيع التحكم في التلفاز بواسطة الريموت كنترول، واضح أصدقائي؟ ماذا سوف أقوم بفعله؟ بالنسبة إلى هذه أصدقائي الكنترول كيف يعمل؟ أرأيتم هذا المنفذ؟ المنفذ متصل هنا مع هذه الـ IR مباشرة، ومتصل مع الاي سي هذه، وهذه الاي سي متصلة مع هذه الباتن، هذه اي سي التاتش أصدقائي، عند الضغط على احد هذه الباتن، واضح التاتش، ونقول تاتش، تقوم بإرسال معلومة إلى كنترول التلفاز لتغيير أو زيادة الصوت أو الدخول إلى المنيو أو إلى آخره أصدقائي، أو السورس إلى آخره. سوف أقوم بنزع هذه الاي سي أصدقائي، أنزعها، واضح، ونرى النتيجة. حسنا أصدقائي، هيا نبدأ بالعمل. سوف أنزع الطيار ورجعه،
ترى أصدقائي، هل تستجيب إلى ريموت كنترول أم لا بعد نزع هذه الأي سي؟ حقيقة سوف نرى. فنقول أنوني. الآن استجابت سورس، تستجيب إلى سورس، واضح. الآن أصدقائي التلفاز أصبحت تستجيب، أصبحت تستجيب، واضح. أصبحت أصدقائي تستجيب. USB ميديا بلاي. يا أصدقائي التلفاز أصبحت تستجيب أصدقائي بعد نزع تلك الأي سي، وهي أصدقائي الكنترول. ها سأريكم الكنترول، انظروني. هي أصدقائي الكنترول، قمنا بنزع الاي سي اصدقائي. ها هي اي سي التاتش، و ها هو سوف نضغط مثلا على الباور اوف، يعني التلفاز، لان التلفاز لا تستجيب الى اي زر، لا اوف لاي شيء، واضح. فقط اصدقائي تستجيب الى الريموت كنترول. ها هي الان اتحكم بواسطة الريموت كنترول اصدقائي. سأقوم بعمل سورس في التلفاز. نشعل التلفاز، نشعل التلفاز ونرى. هذا هو الحل أصدقائي الذي في الحقيقة يعني توصلت إليه في الآخر. التلفاز تعمل جيدا أصدقائي، لأن أصبح تستجيب إلى الريموت كنترول بسرعة. يعني أصدقائي المشكل كان من الاي سي، من هذه الاي سي، اي سي التاتش أصدقائي، اي سي التاتش كان بها مشكل. هذا هو أصدقائي. حسن، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تكون إفادة هذه أصدقائي من ستواجهوا هذه المشكلة، يتوجه مباشرة إلى الاي سي، ينزعها ويرى إذا حل المشكل جيدا، إذا لم يحل يرجعها ويقوم بنفس الأشياء التي عملته أنا، أن يعيدها إلى إعدادات المصنع أو يغير أصدقائي عدسة الاي اير. حسنا، شكرا أصدقائي لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. إلى اللقاء.